بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثبتنا يا رب بقولها، وانفعنا يا رب بفضلها، واجعلنا من خيار أهلها. أما بعد، نكمل قراءة وشرح الرسالة القشيرية للإمام عبد الكريم القشيري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. باب اليوم باب السماع، وباب السماع يتعلق بسماع الأغاني والأشعار بآلات وبغير آلات، وهو باب كان سببا في الخلاف بين علماء الشريعة وبين بعض الطرق الصوفية، لأن بعض الطرق الصوفية اتخذت هذا الباب على الإجازة بشروط ضيقة، وعلماء الشريعة رأوه أنه محرم مطلق. ولكن إذا نظرنا للقول في هذه المسألة واستعراض أقوال العلماء فيها، ثم بعد ذلك إذا نظرنا لأقوال من أجازه حتى من الصوفية مع وضع الشروط والضوابط التي وضعوها، لا تجد أن الخلاف واسع بين الناس، ولكنه خلاف ضيق يسهل أن يستوعبه الأمة، وأن يظل المسلمون إخوة متحابون حتى من أباح ومن لم يبح. اختلف مذاهب العلماء، ونقصد العلماء هنا علماء الشريعة وليس علماء الطريقة، ولا فرق بين الطريقة والشريعة في الحقيقة، لكن الطريقة هي أسلوب تربية يكون على مقتضى الشريعة، وقد يستعمل من الشريعة المكروه أحيانا لدرء ما هو أشد مفسدة. فالطريقة أحيانا في التربية، أنت أحيانا تضرب ابنك، وضرب الابن فيه إيلام، وهذا فعل قد يكون محرم ولكن يجوز من أجل التربية. يبقى أحيانا الإنسان يفعل ما لا يجوز من أجل التربية لدرء ما هو أشد منه مفسدة. ولذا علماء الطريقة أحيانا يختلفون عن علماء الشريعة، وبالرغم أنهم في دين واحد، لأن عالم الطريقة كالطبيب ينظر إلى وسيلة إخراج الإنسان مما يبعده عن ربه، فيستعمل أحيانا المكروه من أجل إخراجه، من أجل إخراجه مما هو أشد كراهة أو محرم صرف. لكن عالم الشريعة لا ينظر الأحكام بهذه الصورة، وينظر للأحكام نظرة بعيدة عن تفاوت الناس، فيقول مثلا أن إسبال الإزار حرام، هذا له أدلة كثيرة قوية واضحة. إسبال الإزار ما دون الكعبين للرجل حرام، ولكن إذا نظرت من حيث التربية تجده أنه إذا خلى من الكبر يجوز لبعض الناس، لبعض أفراد الأمة. فيبقى هنا الأحكام أحيانا تتغير. سيدنا أبو بكر الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: لست منهم، أباح له إسبال إزاره، ولم يبحه لبقية الصحابة صلى الله عليه وسلم. إذا قد تختلف، لأن النبي مشرع مربي، وبالتالي كان أحيانا تختلف أحكام التربية عن أحكام التشريع أحيانا كثيرة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينهي عن مدح الرجل في وجهه، ويقول: إذا رأيتم المادحين فاحثوا في وجوههم التراب. ولكن بعض الناس كان يعلمهم صلى الله عليه وسلم أنهم لا يضرهم المدح في وجوههم، فأباح المدح في وجوههم، كسيدنا أبي بكر مدحه في وجهه، والمبشرين بالجنة مدحهم، وأهل بدر مدحهم، وقال: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم، في حين أنه نهى عن مدح الإنسان في وجهه. يبقى أحيانا الشريعة تأتي بطريقة مخالفة للطريقة التي هي أسلوب تربية، لأن أسلوب التربية يختلف باختلاف الأعيان الأفراد، قد يكون ما لا يصلح لك لا يصلح لغيرك. فالشريعة أوسع، والتربية قد تكون في نفس وسعها او اضيق منها احيانا او اوسع منها احيانا. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يرتكب اخف الضررين، فاحيانا في التربية ترتكب الضرر من اجل اجتناب ما هو اشد منه ضررا. ولذا تجد بعض الاحكام تتفاوت، ففي ناس يقول لك: هو الشريعة تختلف عن الطريقة؟ نقول له: لا، ما بتختلفش، بس الطريقة اسلوب. الرسول صلى الله عليه وسلم في اسلوبه في الدعوة خالف الشريعة في امور،
كان يعلم المنافقين اسما وصفة صلى الله عليه وسلم، والمنافقين في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مرتدين مكذبين بنبوة نبيه، ولكن يظهروا الإسلام، يعني مرتدين. لما لم يقتلهم ولم يقم عليهم حد الرد؟ لأنهم اختلطوا مع صحابته، فلو قتلهم لنظر الناس خارج المدينة في جزيرة العرب أن سيدنا محمد يقتل أصحابه فيخافوا أن يسلموا، فأوقف حد الرد فيهم، وهذا مخالف للشرع من أجل ما هو أهم، حتى لا يصد الناس عن الدخول في الدين. فهمت بقى المسألة؟ وعلشان كده أحيانا تأتي أحكام الشريعة تعطل أحيانا من أجل أسلوب الذي يحتاجه المسلمون لمصلحة الوقت، وهذا يجعل المفتي يتميز بهذا عن الفقيه، فالفقيه يقول الأحكام مجردة، أما المفتي ينظر لواقع الحال وواقع من يأتي، ثم يفتيه أحيانا بأشياء في مرحلة، ثم يأتيه في مرحلة أخرى قد يقول له لا تفعل الآن، كفاك هذا. ولهذا كان علماء التصوف وأهل التربية أيضا ينظرون للأحكام بهذه الصورة، فيحدث بينهم وبين علماء الشريعة خلاف وجهات النظر، ولكن لا يضلل أحدهم الآخر. الآن يختلفون الناس في بعض الفروع، وفرقة تضلل الفرقة الأخرى، ويعتبرون أن الفرقة التي خالفتهم أشد ضلالا من اليهود والنصارى، وهذا لم يحدث في تاريخ أمة المسلمين. المسلمون على مر العصور يختلفون في الفروع وهم إخوة متحابين. بالنسبة لسماع آلات الطرب، ثلاث مذاهب. مذهب يبيح مطلقا، يبيحها مطلقا، سماع آلات الطرب إباحة مطلقة. يعني ايه مطلقة؟ يعني بغير، ان كانت سماع فقط بغير ما يكون معها مما يجعلها محرمة لغيرها لا لذاتها. فالذين يبيحون مطلقا، ونسب هذا المذهب لابن رشد وكثير من الظاهرية وكثير من العلماء الذين مشوا على ما ساروا عليه، بشرط ألا تكون سماع في حال وجود النساء ولا في حال وجود خمور، لأنه لو كانت في وجود نساء وخمور لحرمت لا لذاتها بل لغيرها، لأنها أصبحت، وأشكرها لما أحلوها مطلقا، أحلوها مطلقا بالقيود الشرعية، أي تكون خالية عما يحرمها مما هو خارج عنها. فهمت؟ ده مذهب. مذهب ثاني يحرمها مطلقا لذاتها، يجعلها حرام لذاتها، يعني المذهب الذي أحلها مطلقا جعلها تحرم لغيرها، ولكن هي في ذاتها صوت، والصوت لا يتعلق به أحكام. ربنا خلق الكروان يقعد يبلبلك وأصوات جميل، يبقى معنى كده لما تسمع صوت الكروان تسد ودانك لحسن كده حرام مثلا؟ وعلشان كده هم لما اعتبروها أنها صوت مجرد أباحوها مطلقا، مطلقا إن خلت مما يحرمه. التانيين حرموها مطلقا، وده مذهب الشافعية. والمذاهب الأربعة باختصار، المالكية ذهبوا إلى كراهته فقط وليس تحريمه. أيضا إذا خلت احنا بنتكلم في الموسيقى لذاتها، لكن لو كان معاها الحاجات الثانية تبقى تحرم بالإجماع حتى عند من أباحها مطلقا، لأن مفيش مسلم فقيه يجيب سماع الموسيقى في وجود نساء وراقصات وخمور وغير ذلك، لا يبيحها أبدا. ولا ابن حزم نفسه قال كده، ولا ابن رشد نفسه قال كده. فهمت؟ علشان ما نسيئش فهم سلف الأمة، لأن كثير من الصحابة كانوا يجيزونها، وكثير من التابعين كانوا يجيزون سماعها، بس إذا خلت مما يعني يكون معها. وعلشان كده إذا قرأتها من يبيح يذهب في ذهنك إلى صورة الذي يسمعها وهو يشرب الخمر، يسمعها وأمامه راقصة، فتقول إزاي يقول كده؟ تقوم تغتبه وهو ميت، هو ما قالش على الصورة دي اللي في ذهنك، لم يقل على هذه الصورة اللي في ذهنك أنت. ده بيتكلم على الموسيقى كصوت مطلق مجرد من أي شيء معاه. يبقى الشافعية والمالكية والحنفية والحنابلة حرموها مطلقا، والقول الرجع عند المالكية أنها مكروهة وليست حرام. وقول بالتفصيل، مذهب ثالث بالتفصيل ذهب إليه الإمام السيوطي من الشافعية، وعبد الغني النابلسي من الحنفية، وذهب إليه السادة الكتانية، وهي طريقة مشهورة في المغرب، وألف فيها محمد بن جعفر الكتاني مؤلف مخصوص
في أدلة جواز سماعها واستعمالها حال الذكر، واستعمال الآلات حال الذكر، وقالوا أنها تعين على الوجه وعلى الحضور، وذهب إلى ذلك معظم الطرق الصوفية في المغرب العربي. إذا حضرت الطرق الصوفية وأورادهم في المغرب العربي تجدهم يستعملون المعازف في أثناء أورادهم، ولكن في المشرق معظم الصوفية في المشرق يكرهون ذلك وبعضهم يحرمهم. وهذه مذهب طريقتنا نحن الصديقية الشاذلية، ومعظم الشاذلية في المشرق لا يستطيعون استعمال الآلات في الذكر، ولكن في نفس الوقت لا يضللون من يستعمل، ويحضرون معهم أحيانا في الزيارات أو غير ذلك، ويجلسون معهم يستمعون إليها لكن على ألا تكون عدد، ويعذر من أباحها بهذه النظرة الواسعة والصبر الرحيم، ولكن ليست هي بالطريقة التي فيها نوع عصبية ونوع فرقة بين المسلمين. هذا بالنسبة للآلات. الآلة بقى نفسها اختلفوا أيضا في من أباحها، قالوا تباح إن كانت بغير وتر، والبعض قال تباح مطلقا وتر وغير وتر كالعود والكمان، وتانيين من اللي أباحوا قالوا إذا خلت من الأوتار زي الطبلة والدربكة والرق من غير سجاط، كل ده أباحوه لأنه كان يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم في الأفراح اللي هو الدفوف، وكذلك يستعملونها في الحروب، لأنها لما بيضرب بضربة معينة بيحدد سرعة الهجوم على حسب سرعة الضربة، فبتبقى علامة في الحروب بتعين على ذلك، واستعملها العثمانيون في فتوحاتهم في أول بداية الدولة العثمانية، الطبول الكبيرة لدرجة أن كان يسمعها أعدائهم من على بعد عدة كيلومترات فيسلمون البلاد ويفتحونها لهم بمجرد دق الطبول، فكانوا يعتبرونها أنها جائزة. ومن حيث النظر للحقيقة من قال بأنها تحرم مطلقا انصرف تحريمه المطلق على الأوتار ولم ينصرف على الدفوف، ولذا حتى الشافعية يجيزون الدف ولكن في العرس أو مثلا في الموالد، واحد بيعمل مولد علشان يحتفل بحاجة معينة، فدي حاجات ما بتتكررش كثير في العام مرة واثنين وثلاثة، يبقى ما تبقاش عادة على الا تكون عادة، انما كل يوم قاعد حاطط البتاع في ودنه وليل نهار قاعد يسمع في دق وطبل وزمر، محدش قالها لي، محدش قالها من العلماء حتى الذين اباحوها مطلقا. فده خلاصة القول. الشيخ عبد الكريم القشيري كان يرى ان استعمال الالات في حال الذكر مباح مطلقا، ده رأي الاستاذ عبد الكريم القشيري. فهنقرا هنا كلامه بيقول ايه. قال الله عز وجل فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. القول، شوف القول، يستمعون القول، حتى الناس يقولوا عليه القوال. القوال يعني الرجل اللي قاعد يقول ايه الاشعار والمدائح والمعاني الجميله في الفاظ منسقه، فده يسموه قوال. فربك لما بيقول القول بالالف واللام كده بالتعريف دليل العموم، اي قول يدخل فيها القول حتى القران والذكر والشعر الحسن، يبقى ده كله ينفع. الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الحكمه ضلت المؤمن في قوله القول تقتضي التعميم والاستغراق، والدليل عليه انه مدحهم باتباع الاحسن، يبقى باتباع الاحسن يعني يحملوا على احسن المعاني ثم بعد ذلك يتبع هذا المعنى الاحسن. وقال تعالى فهم في روضة يحبرون، جاء في التفسير انه استماع. واعلم ان سماع الاشعار بالالحان الطيبه والنغم المستلذه اذا لم يعتقد المستمع محظورا، يعني اذا لم يعتقد المستمع محظورا يعني ما يعملش حاجه محظوره معاه كوجود شباب مرضي، يقول لك شباب مرضي يعني شباب صغيرين حلوين يقعدوا يترقصوا معاه زي الفيديو كليب، حتى لو شباب، حتى لو شباب يعني، فما بالك بقى شباب، يبقى شد حرمه، فما بالك شباب مع شباب كمان في وقت واحد يبقى اشد واشد حرمه، وهكذا. يبقى اذا لم يعتقد المستمع محظورا ولم يسمع على مذموم في الشرع، ولم يسمع على مذموم في الشرع يعني في وجود راقصه او في معنى مذموم شرعا يهيج الشهوات، او وهو يشرب مثلا الخمور او غير ذلك، يبقى كل الحاجات دي قيود مقيدينها. ولم
ينجر في زمام هواه ولم يقوي في هوى نفسه وطبعه ولم ينخرط في سلك هواه مباح في الجملة إجمالا بالقيود دي. احنا عندنا ده مذهبه، احنا مذهبنا احنا اللي اتعلمنا عليه على مشايخنا، واحنا برضو متصوفة يعني، ودول متصوفة، مذهبنا انه يحرم برضو. ليه؟ من باب سد الذريعة، من باب ده، لكن يحرم بلا اجماع. وعلى شكل لما تنظر الى من يفعله لا تنظر اليه نظرة انه بيفعل امر محرم يسقط من نظرك، لا، يبقى برضو اخوك وحبيبك، خلاص افرض ربنا خلقه كده بيحب النغم ويعيش مع النغم وما يقدرش يمتنع عنه، تقوم انت تقفل عليه باب الوصول الى الله، تقول له ما يجراش حاجة، يوصل الى الله وانت كده برضه. في طرق بتبيح هذا يا عم، خش تفتح له الباب، انما اول ما تقول له لا، طول ما انت كده مش هتنفع وهو ربنا خلقه كده، يبقى انت قفلت عليه الباب. يوم حتى لو انساق اليك ومشي وراك سنة واتنين طبعه يرجع له، يوم يغلبه، يوم بعد كده يرجع للسماع وهو عاصي ويستمر على المعصية. لكن انت لو شجعته يسمعه، يسمع السماع على انه مباح مش عاصي، يوم يتفتح قدامه باب التوبة وتشجعه. وبالتالي حتى لو حرمت انت فتحرم على نفسك، لا تحرمها على الامة، فالامة اوسع من ايه، من طبعك انت ونفسك انت ومذهبك انت. ولا خلاف ان الاشعار انشدت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة نفسهم كانوا يخشوا يلاقوا الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا عنده جريتين بتاعه، بعض الصحابة تنكر هذا، واخد بالك، والنبي لا ينكر ذلك، لان النبي يمثل الامة كلها والصحابي يمثل نفسه مذهبه، لكن النبي مذاهب الامة كلها في حضنه لانه هو رسول الكل صلى الله عليه وسلم، رسول الامة بكل اتجاهاته. وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم يقوم يستوعب هذا ويستوعب هذا، لا ينكر على من انكر ولا يأمر من سمع باستلزاز ان يسمع غاية ما هنالك انه يسمع. شفت بقى ازاي كان النبي يبلغ الشرع بطريقة فيها لطف، فاللي جاء وانكر ما ينكروش عليه، يقول له هون عليك، ده لكل امة عيد، وده عيدنا، والعيد ما بيتكررش الا مرتين في السنة، يعني يقول لك ما يجراش حاجة لما تلاقي الناس كده برضو يعني تفلت شوية يوم ولا اتنين في السنة، مش مشكلة يعني، وربنا يغفر. والحكاية كلها من الصغائر، حتى لو كانت حرام فهي من الصغائر وليست من الكبائر، وربنا بيغفر الصغائر بالصلوات والصيام والصدقة والوضوء وغير ذلك. يعني حتى من حرم المعازف حرمها انها من الصغائر لا من الكبائر، حتى من قال بالتحريم مطلقا كالشافعية قالوا هي من الصغائر وليست من الكبائر، فهمت ازاي؟ لكن تسقط مروءة الانسان فلا يتولى القضاء من يسمع المعازف عندهم، لانها بتسقط مروءته، فهمت؟ اسقاط المروءة فقط. يبقى هي المسألة امر واسع. ولا خلاف ان الاشعار انشدت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه سمعها ولم ينكر عليهم في انشادها، فاذا جاز استماعها بغير الالحان الطيبة فلا يتغير الحكم بان يسمع بالالحان، لان الالحان صوت زائد، ادي كل الحكاية، فهو اسمعها بصوت، لو جاب حاجة تانية تزودها او لحنها بطريقة مختلفة عندهم يبقى ايه، دليل على الاباحة. هذا ظاهر من الامر. وعلشان كده الشباب بقى الصغير اللي لسه داخل في يعني في الاستقامة جديد، كل همه يروح يسأل الشيخ، الغناء والمعازف حلال يا عم الشيخ ولا حرام؟ التمثيل حلال ولا حرام؟ مصافحة المرأة الأجنبية حلال ولا حرام؟ تربية اللحية، النقاب، تغطية الوجه، كم سؤال كده ذهنه، هو ده الإسلام كله. الإسلام أوسع من كده بكتير، من العشر أسئلة اللي بتصنف بيهم الأمة دي، لا، الأمة أوسع من كده وأرحب من كده، وكل اللي انت قاعد تلف وتدور فيه ده كله ما فيهوش كبائر. حتى من قال بحرمة هذا قال انها حرام من الصغائر، يعني معناه يروح يتوضى خلاص ربنا غفرها، ايه ده؟ قاعد يسبح ربنا غفرها، ايه المشكلة؟ فاهم؟ لا هي زنا ولا شرب خمر ولا بتاع، احنا بنتكلم كلها في محرمات من اللمم. الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم، لكن للاسف يصنفوا الامة ويفرقوها على امور من اللمم. فلازم يبقى ايه، يستتر صبر لهذا. انت لا تستفيغ شيء لا تفعله، ولكن ما تلزمش غيرك، لان الامر اوسع من ايه، من طبعك. هذا ظاهر من الامر. ثم ما يوجب للمستمع توفر الرغبة على الطاعات وتذكر ما اعد الله تعالى لعباد المتقين من الدرجات ويحمله على التحرز من الزلات
ويؤدي إلى قلبه في الحال صفاء الواردات مستحب في الدين ومختار في الشرع. يعني أي معاني تسمعها بصورة جميلة تحفز فيك الرغبة إلى الطاعة وإلى التوبة وإلى محبة الأنبياء والصالحين والأولياء، وتبرز لك المعاني الطيبة بألفاظ سهلة براقة يفهمها كل الناس وبأسلوب جميل وبإلقاء جميل وبصوت حسن، لا شك أن الشرع يبيح هذا، لأنه هو يريد أن يفجر فيك هذه الطاقة أصلا. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يستمع للشعر ويقول إن من الشعر لحكمة، مش كده برضو؟ وكان يقول حسنه حسن وقبيحه قبيح، يعني من حيث المعنى. وقد جرى على لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قريب من الشعر وإن لم يقصد أن يكون شعرا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول، النبي محرم عليه أن يقول الشعر، والشعر هو الكلام الموزون قصدا، ده تعريف الشعر كده. أما نبي إن خرج منه كلام موزون فيخرج بغير قصد، فالنبي لا يقول الشعر أصلا. أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد الأهوازي قال أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا شعبة عن حميد قال سمعت أنسا رضي الله عنه يقول كانت الأنصار يحفرون الخندق فجعلوا يقولون نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، يغنوه، يعني الصحابة كانت بتغني بين يدي النبي أهو. فأجابهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاكرم الأنصار والمهاجرة، برضو كلام لايق على بعضه لكنه ليس مقصود إيه قصدا، يبقى النبي أيدهم على هذا. وليس هذا اللفظ منه صلى الله عليه وسلم على وزن الشعر لكنه قريب منه. وقد سمع السلف والأكابر الأبيات بالألحان، فمن قال بإباحتي من السلف مالك بن أنس، الإمام مالك بن أنس، لأن الكراهة قريبة من الإباحة. الإمام مالك كان يرى أن بعض أهل المدينة في عصره يسمعونها ولكن هو كان لا يستفغها، فكان يقول أكره ذلك وأرى أن الأمر واسع، يعني هو في نفسه يكره محبش الأعداد دي لكن شايف أن الأمر واسع، يعني اللي يعمل كده وحط. شفت بقى الحكاية؟ وأهل الحجاز كلهم يبيحون الغناء، مش كلهم، هو طبعا هنا الأستاذ عبد الكريم القشيري اختار يعني من أباحه لأنه يرى إباحته، هو مش كلهم، بعضهم يكرهه وقل منهم تحرمه على أنه من الصغائر لا من الكبائر، وأغلبهم يسمعونه في المواسم في الأفراح في الأعياد في غير ذلك، إنما مش على الفاضي وعلى المليان يعملوا لها محطة شغال 24 ساعة ما تبطلش، لا مش كده يعني، مش الدرجات دي يعني. وأما الحداء فإجماع منهم على إجازته، الحداء أو الحداء معروف إن الحادي ده اللي هو واحد يبقى صوته جميل في الركب، في الركب اللي كانوا تبقى قافلة ماشية بجمال كثيرة بتسافر عدة أيام وشهور عشان تقطع المراحل في السفر الطويل، والجمال علشان تعرف تقودها بسرعة معينة تمشي قافلة واحدة، اللي بيحدد سرعتها صوت الحادي، يوم يجيبوا واحد كده في القافلة يطلع مع كل القافلة، كانوا حتى لو ما فيش معاهم واحد يأجروا واحد ويدوله مرتب عشان يحدوا للجمال وللإبل علشان يظبط سرعتها، وبعدين لما يحتاجوا مثلا يجتازوا حتة بسرعة يوم يدي نغم سريع، الإبل تجري عايز بقى يبطل الفرامل يوم يدي نغم بطيء يوم الإبل تهدى، عايز يوقف الإبل بدل ما يقول يس وبتاع وشغلانة يروح مبطل الحداد يروح يوقف الإبل أول ما تسمع إن الصوت بطل. فده كان كل ده معمول أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت عارف إن أنجشة كان حاديا أيام النبي صلى الله عليه وسلم، فكان بيحدو وكان مع النبي زوجاته صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين راكبين في الهوادج، فلما ابتدى أنجشة بقى يلعلع وخدته الجلالة زي بطريقة المصريين يقول لك خدته الجلالة نسي نفسه وقعد بقى يلعلع بصوت جميل، الإبل ابتدت تتهز وترقص على اللعلعة بتاعته، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له رفقا بالقوارير، يعني بالرأي القوارير اللي هم النساء يعني لحسن الكسر، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ان القوارير دول يعني شبه النساء بالقوارير لرقة اجسامهم وعدم احتمالهم لرجرجة السفر، فزي الاناء الزجاج ممكن يتكسر، فقال له رفقا بالقوارير هتكسر لنا النساء كده يقعوا من فوق الهلبة،
هنعمل فيهم ايه دول؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم اجاز الحذاء، وكانت عادة قومي، وكان النغم يتغير، يعني الحذاء بيتغير نغمه على حسب السرعة المرادة. كل ده يدل على ده ادلة لمن اجاز، اجاز مطلقا. وقد وردت الاخبار واستفاضت الاثار في ذلك، وروي عن ابن جريج انه كان يرخص في السماع. شوف يرخص في السماع، دليل انه مش بيبيح مطلق، يعني بيقول لك اه يعني على الا تكون عادة في الافراح في الموالد لما يطهروا عيل حاجات كده، يعني لما تبان النتيجة واحد ينجح يقوم يغنوا له شوية وخلاص وتمشي الحكاية، انما ما تبقاش مهنة، يعني ما تبقاش مهنة يمتهنها وليل نهار شغال فيها، ما يحبوهاش دي بقى. كان يرخص في السماع. لا ما احنا قلنا انت قبل ما تدخل قايلين الكلام ده، لا سلام انت لو قعدت وسكت قبل ما تدخل بلحظة قايلين الكلام ده، فهمت؟ ما حدش يا سيدي يجيز هذا من المسلمين على مر العصور، اي حاجة فيها حرام في الشرع مطلق. حتى حد يجيز ان واحد يغني في وسط النساء وتترقص؟ قلنا الكلام ده قبل ما تيجي. اصبر بقى واسمع الموضوع للآخر، اصبر بقى واسمع الموضوع للآخر واسمع المقدمة متسجلة. يا سيدي احنا مش من اهل الفن اصلا. لا يا استاذ احنا قلنا في قيود، خلاص قلنا في قيود واسمع. وقد وردت الاخبار واستفاضت الاثار في ذلك، وروي عن ابن جريج انه كان يرخص في السماع، فقيل له اذا اتي بك يوم القيامة ويؤتى بحسناتك وسيئاتك ففي اي الجانبين سماعك؟ هيتحط سماعك ده للاغاني ده في اي جانب؟ يسألوه، فقال لا في الحسنات ولا في السيئات، يعني انه من المباحات. طب شربك للمية يعني بس، هو عايز يقول لهم كده، يقول لهم ده صوت طالما لا يحرك شهوة وليس مصحوبا بمحرمات زي رقص او نساء او خمور او شيء من هذا، فده صوت خلاص، ايه المشكلة؟ بيقول طب هيتحط الصوت ده اللي انت قاعد تسمعه ده في حسناتك ولا سيئاتك؟ قال لهم لا في حسناتي ولا في سيئاتي، ده رقم. وعلى اي حال من حرم حرمه انه من من الصغائر، خد بالك، حرمه انه من الصغائر. واضح الكلام؟ يبقى ما نفرقش الامه عشانه بقى ونقسم الناس، لانه حتى لو قلنا بحرمه فهي من الصغائر وليست من الكبائر، ليست كقتل النفس وليست كالشرك بالله وليست كعقوق الوالدين. ايوه من الصغائر. الزنا من الكبائر، وضع اليد على المرأة لمسها كده في غير حل من الصغائر، وينقض الوضوء عند الشافعية وهو من الصغائر ليس من الكبائر. ايه رأيك؟ تقبيل المرأة الحرام من الصغائر، حرام من الصغائر. وقد اصاب احد الصحابة قبلة لامرأة لا تحل له، فذهب للنبي يبكي واراد ان يتوب، فنزلت الايات ان ربنا سبحانه وتعالى يعني بيغفر هذه الصغائر. طلع ربنا رحمته واسعة، انت عايز تضيقها ليه؟ يعني ايه الهدف والشهوة عند المسلم؟ انه يضيق رحمة ربنا على عباد الله. لو لم يكن هناك اهل معاصي لربنا خلق ناس تعصى عشان يغفر لهم. انت زعلان ليه؟ ربهم ارادهم بهذه الصورة يختبرهم وتناديهم المعصية الى الطاعة، يعني اذا فعل المعصية ضميره يأنبه ويندم ويذهب الى الله ويقول يا رب اغفر لي، لان المعصية بتكسر حدة التكبر والكبر عند الطائع وعند العابد. تعرف انت لو العابد فضل طول عمره ما عصاش ربه يجي له كبر، يقول اه ده انا بقالي 40 سنة ما عصيتش ربي، يقوم اما يجي يوم القيامة يقول افتحوا الجنة سبع البرومبة داخلها بقلبه. لا، يقوم ربنا يكسر نفسه بانه يجعله يعمل معصية. ايه رأيك ده؟ ما هو دي اسمعني، انت مش على نفس ايه الوتر اللي احنا بنتكلم عليه. انت دلوقتي هتفهم كلامي ده بعد عده سنوات. يا سيدي يا استاذ يا استاذي خلصني ما تضيعش وقت. لا حول ولا قوه الا بالله. يا رب اصرف عنا الاذى انك على كل شيء قدير، اصرف عنا الاذى انك على كل شيء قدير، اصرف عنا الاذى انك على كل شيء قدير. هو في ناس لما يا تتكلم زي ما هو فاهم يا اما تبقى وحش. عايزين نوسع مداركنا
ونبقى حتى لو اختلفنا تقعد تسمع وانت عارف ان اللي بيقول قدامك ده مختلف عنك. لازم توسع مداركك، والا انت عايزنا نبقى صوره منك. طب لازمتي ايه؟ انا ربنا خلقني، ما انت كفايه. لازم نبقى صور مختلفه متعدده، هو ربنا اردنا كده. ولا يزالون مختلفين الى من رحم ربك، ولذلك خلقهم. اراد الاختلاف والتنويع ده علشان يميز الناس. فما اردناش نبقى كربون زي بعض يا استاذ. حتى علماء الدين نفسهم اختلفوا في امور كثيره في الفروع، ولكن ما عادوش يناقشوا بعض كده وينهضوا بعض. ده مذهب احنا بنقول، انت مذهبك في حته ثانيه. يلا توكل على الله، يلا توكل على الله. ايوه ربنا يكرمك ويصلح حالك، ربنا يكرمك. الحمد لله ربنا صرف عنا الاذى، الحمد لله الحمد لله. معلش ما يجرش، اصل هقول لك حاجه، انت علشان تفهم الخلاف لازم توصل لمرحله معينه صدرك يتسع، ساعتها تفهم. ايه قبل المرحله دي؟ مش هتعرف مهما كلمته لسه. ده لازم نديله حقنه ونبنجه، وبعدين نستأصل من قلبه ضيق الافق، وبعد ما نعمل عمليه استئصال ضيق افق يا دوب يبتدي يقعد معانا. فدي عمليه ثانيه شغل، يعني تيجي له الحكايه دي بكثره الصلاه على النبي. يعني علاجها كثره الصلاه على النبي، يقعد يواظب على الصلاه على النبي كل يوم 200 300 مره لمده سنه، وبعدين يجي لنا هتلاقيه قاعد مبسوط. واما الشافعي، مش ربنا قال للرجل اللي قبل المراه في الحرام ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين؟ او لو على ده بقى كان قتله. ازاي يقبل امراه لا تحل له؟ ده كان قتل، صح ولا لا؟ لكن الدين اوسع ورحمته وربنا واسع، هو ده اللي مدينا امل في الله. والله عند ظن عبده، انظر كده لرحمه نبينا بالمسلمين، وده رسول الله، فما بالك اللي خلقه يبقى ايه؟ انظر كده لرحمة الأم بابنها والأب بابنه. فهمت ازاي؟ تقوم تعرف رحمة ربك تبقى ايه؟ لا نسبة بين رحمة الخالق ورحمة المخلوق. فإذا كان النبي رحمته وسعت العالمين، النبي لذا خلقه الله وجعله خلق فيه هذه الرحمة، فما بالك بقى من عنده الأصل كله رب العالمين. رحمة واسعة كبيرة، احنا لين زيها. وربنا عند ظن العبد، انت ضيق الأفق هتخلي ربنا يعاملك بضيق أفق؟ ما هو كده. لكن لما تقابل ربك بصدر متسع يوم ربنا سبحانه وتعالى يرحمك يعديها لك، زي ما عديتها للناس، زي ما عديتها للناس ربنا هيعاملك زي ما عملت الناس. عذرت الناس ربك هيعذرك. مش انت عارف الراجل اللي من بني اسرائيل اللي كان اصرف على نفسه، ولكن كان كل اللي بيعمله عنده مال بيقرضه للناس، ويقول للعامل بتاعه لما تروح تقبض الاموال وتحصلها اللي تلاقيه مو عارف اديله فرصه امهله بس. يعني كان بيعذر الناس، لكن هو مصرف على نفسه بجانب اخر. يقوم لما ربنا سبحانه وتعالى بيحاسبه قال ايه؟ قال نحن اولى به منه، كما كان يعذر الناس نعذره، وعدها له ودخله الجنه. يبقى ربنا رحمته واسعه. لازم نفهم كده. واما الشافعي رحمه الله فانه لا يحرمه ويجعله في العوام مكروها. طبعا ايه؟ يعني الحقيقة ان الامام الشافعي يحرمه، ولكن يحرمه من الصغائر. الامام الشافعي يحرمه ولكن من الصغائر. وكان لا يحب ان يجلس في مجالس العصر، الامام الشافعي طول عمره. لكن في نفس الوقت ما يطلعش ويقول شوفوا الفتقة، شوفوا المجرمين، شوفوا مش عارف ايه، تنتخبوا مين، ويعملها مظاهرة. ما كانش بيعمل كده خالص. لكن هو ما بيستسلمش الحكاية انه ماشي، ما يقعدش خلاص سهل. وقال حرام على انه من الصغائر. يعني الناس دي خلاص ربنا هيغفرها لها لما تقول سبحان الله والحمد لله، تمشي الحكايه سهل. واما الشافعي رحمه الله فانه لا يحرمه ويجعله في العوام مكروها، حتى لو احترف بالغناء او اتصف على الدوام بسماعه على وجه التلافي ترد به الشهاده، ويجعله مما يسقط المروءه ولا يشق بالمحرمات. ده نقل عن الشافعي. حتى لو احترف الغناء، حتى لو احترف الغناء يعني بقت حرفته، بيأجروه بالساعة. تعالى عندنا فرح النهاردة وتعالى، يقول لك طب أنا هاخد كذا من الساعة كذا للساعة كذا. يعني بيعتبروا إن هذه الوظيفة مكروه، ما تلاقش إسقاط مروءة بس. وعشان كده في أول هذا القرن كان المغني والممثل ما يقبلوش شهادة. في أول هذا القرن، أول ما ظهر التمثيل في مصر كانوا، لأن إسقاط مروءة، مروءته مسقطة. مش كده برضه؟ لكن هل كفروه؟ قالوا أنت من أهل النار صرفا؟ ما حدش قال كده.
وليس كلامنا في هذا النوع من السماع. طائفة الصوفية لما أجازت السماع أجازته لا على ألا يكون لله ولا للتطريب ولا لموافقة الطبع ولا لإثارة الشهوة، وعلى ألا يكون في المسجد وأن يكون في مكان مغلق ولا يحضره إلا الذين يجاهدون أنفسهم في سبيل الله، لأن هم دول اللي هيستمعوا القول يتبعون أحسن. فيبقى هذا الأمر لا يصلح لكافة الناس، وبالتالي كانوا يحرمونه على العوام ويجيزونه للمريد والسالك والواصل. كويس، بالقيود دي على ألا يكون في مكان مفتوح حتى لا ينضم إليهم من ليس منهم، واضح؟ وعلى ألا يكون في صحبة النساء أو مع وجود الشباب المر اللي هم الصغيرين، لأنه بيبقى لسه ما عندوش مجاهدة بطبعه فقد يفتن بهذه الكلمات. يبقى أجازوها في حدود ضيقة، وعلى ألا تكون عادة، وعلى ألا تتخذ موعد معين كل واحد رايح عشان يسمع، يعني تيجي كده بالاتفاق قدرا كده، يعني يبقوا مع ماشيين مثلا وتقابلوا في حتة وفجأة لقوا معاهم واحد قوال يقولوا طب سمعنا شوية، لكن ما يتفقوش معاهم ميعاد الفلاني ونيجي نسمع ونعملها حفلة، لا لم يجيزوا ذلك. يبقى حتى الطائفة اللي أجازته أجازته بالقيود دي، فالحكاية سهلة. وليس كلامنا في هذا النوع من السماع، فإن هذه الطائفة جلت رتبتهم عن أن يستمعوا بله. يبقى طائفة المتصوفة العلماء الكبار اللي انت سمعت كلامهم فيه أنوار النبوة لا يمكن يبيح الاستماع بله، لا يمكن، أو يقعدوا للسماع بسهل أي بغفل عن ذكر الله عز وجل، أو يكونوا بقلوبهم مفكرين في مضمون لغو، أو يكون حتى قلبهم لاهي وبيفكر في شهوة ما يجيش في باله الحكاية دي، أو يستمعوا على صفة غير كفر، يعني ما يستمعوش برضو في وجود نساء في وجود شباب في وجود مسكر في وجود محرم كل الحاجات دي، أو في وقت أذان وقت صلاة ما يسمعوش الحاجات دي خالص، لكن دي في أوقات في الظروف ضيقة جدا، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم هل كان بيتفق مع الشعراء يجوا يقولوا الشعر في مسجده، لكن إذا اتفق إن جاله أحد الشعراء واستأذنه كان يبيح لم يتكلم شوية والنبي يسمعه ويمشي كده باتفاقا ليس بترتيب معين. وقد روي عن ابن عمر آثار في إباحة السماع، وكذلك عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، ده رأى سيدنا جعفر بن أبي طالب رأى قدام النبي في البخاري، في أكثر من كده رقص، يعني قاعد يغني ويرقص ويسقف كده ويرقص ويتحنجل على رجل واحد حوالين النبي. ايه رأيك في البخاري لو قريت معي البخاري لما الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول وأنت أشبهت خلقي وخلقي، قال له كده، فلما قال له كده فرح 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 وقف يتنطط ويتحنجل ويرقص، دي رقصة من القريش بتاع قريش كانوا يرقصوها الرجال لما يفرحوا، فوقف يتحنجل على رجل واحد حوالين النبي ويسقف فرحان ويتمايل. يبقى اذا كان غلبه الفرح غلبه الوجد، واخد بالك، بسبب بشارة، يبقى لا بأس اذا غلبه. فهمت المسألة؟ ادي الحكاية، الحكاية سهلة. الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالوش مثلا ايه اللي بتعمله ده، ما قالوش كده، قال لسيدنا علي انت مني بمنزلة هارون من موسى وانت اشبهت خلقي خلقي وخلق لجعفر بن ابي طالب، فقاموا الاثنين يلفوا حوالين بعض ويرقصوا. ايه رايك؟ او لو واحد وهابي كان قاعد كان زعق له، يعني على الاقل زعق له وهيسيء الادب مع النبي، والنبي ما زعقلهمش صلى الله عليه وسلم، هم فرحوا ببشاره النبي صلى الله عليه وسلم، فبيعبروا عن فرحهم خلاص. وكذلك عن عمر رضي الله عنهم اجمعين في الحداء وغيره، انهم اجازوا الحداء، والحداء نوع غناء برضه، وانشد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم الاشعار فلم ينهى عنها، وروي انه صلى الله عليه وسلم استنشد الاشعار، يعني طلب ان بعض الناس زي حسان بن ثابت وجعل له منبر ودعا له وقال له روح القدس ايه يعني معك او يؤيدك، مش كده؟ ومن المشهور الظاهر انه دخل بيت عائشه رضي الله عنها وفيه جاريتان تغنيان فلم ينههما. أخبرنا الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي قال أخبرنا محمد بن جعفر بن محمد بن مطر قال حدثنا الحباب بن محمد التستوري قال أخبرنا أبو الأشعث قال حدثنا محمد بن بكر البرساني قال حدثنا شعبة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه دخل عليها وعندها قينتان تغنيان، يعني أمتان بتغني،
الأمة اللي هي إيه يعني الرقيق من النساء يسموه أمة، وإذا كانت مغنية يسموها قينة، يبقى قينتان تغنيان بما تقاذفت به الأمصار يوم بعاث. فقال أبو بكر شوف الرسول ده قاعد لنا عائشة بتتفرج وتسمع والرسول ساكت، دخل سيدنا أبو بكر زعلان، يبقى بينها، يبقى سيدنا أبو بكر مذهبه حرام، وفي ستنا عائشة مذهبها مباح بقيود، كويس، والرسول صلى الله عليه وسلم أيد المذهبين، لأنها سيدنا أبو بكر واخد بالك، ولا ألزم ستنا عائشة بمذهب أبو بكر ولا ألزم سيدنا أبو بكر بمذهب ستنا عائشة. شفت بقى أنا نظرة النبي واسعة إزاي؟ قدرت أنزلها أبو بكر؟ قال له يعني يهدى، يعني عشان ما يلزمهاش برأيه، لأن دي هي هو ده رأيه وده رأيه، فهمت إزاي؟ بس لكن هو قبل ما يدخل أبو بكر كان إيه المسألة؟ هو مش قبل ما يدخل أبو بكر، استنى بس، قبل ما يدخل سيدنا أبو بكر كان إيه المسألة؟ بحث. إن المرأة بحث، دخل سيدنا أبو بكر، هل قال له إن هي مباحة يا أبو بكر مطلقة؟ ولا قال له لكل قوم عيد؟ خلاص يبقى هو يعني قيد التحريم اللي عند أبو بكر إنه يعديها في غير ايه في مناسبات معينه عديه، لكن في غير المناسبات دي ابو بكر خليك على مذهب. معنى الكلام كده ممكن يتخذ على الاطلاق؟ لا ما يتخذش على الاطلاق، لان النبي قيدها بالعيد والعيد مش كل يوم، صح؟ بالمناسبه. يبقى كانه ايد مذهب سيدنا ابو بكر وايد مذهب سيدنا عائشه في وقت واحد، ودي ساعه بلاغ ان الرسول صلى الله عليه وسلم ازاي يبلغ الشرع الواسع ده بهدوء بدون ما يحصل ايه خناقه زي اللي حصلت بيني وبين اخونا ده، لان النبي بقى حاجه تانية يقطع الناس كلها، مش زي حال انا جراح يقطع ويقطع عرق ويسيح دمه، لا ده النبي بقى حاجه تانية وثالثه ورابعه فوق الكل صلى الله عليه وسلم. اسمع القصه تفهم تفهم الرحمه رحمه النبي في بلاغ الشرع الشريف. أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه دخل علي وعندها قينتان تغنيان بما تقاذفت به الأنصار يوم بعاث، فقال أبو بكر مزمار الشيطان مزمار الشيطان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا وعيدنا هذا اليوم. يبقى اتكلم، يبقى قيده بالعيد وأقر سيدنا أبو بكر بغير العيد، يبقى سهلة، يبقى ما عملهاش قعدة كل يوم بقى، أين تذهب هذا المساء؟ كل يوم أين تذهب هذا المساء؟ المسرح الفلاني والكلب العلاني، ما تنفعش تنفعش الحكاية دي، يا ريته كان يسمع عشان يحسن الظن بينا، لحسن يفتكر إن أنا بحسكم على سماع الأغاني والملاهي، ليشهد الله إن أنا لا بسمعها ولا بتاع، إلا لو كانت قدرا بفتح التلفزيون أسمع أخبار لقيت حاجة، وبعدين سبحان الله أنا بقالي 10 سنين الوقت بقيت أسمع الأغاني بمعنى جديد، والله بقالي 10 سنين كده، حتى لما يجي يطرق في ذهني المعنى العادي لقيته معناه حلو بقيت اسمعه بمعنى جديد، ودي من رحمه ربنا بيا، لكن انا لا اتعمد سماع بس ادي المساله، ولا احنا فاضيين اصلا نسمع نفسنا مش نسمع غيرنا، فربنا يصلح حالنا جميعا. اخبرنا علي بن احمد الاهوازي قال اخبرنا احمد بن عبيد قال حدثنا عثمان بن عمر الضبي قال حدثنا ابو كامل قال حدثنا ابو عوانه عن الاجلح عن ابي الزبير عن جابر عن عائشه رضي الله عنها انها انكحت ذات قرابتها من الانصار، يعني واحد قريب ستنا عائشه ناسب من الانصار جو، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال اهديتم الفتاه؟ فقالت نعم، قال فارسلت من يغني؟ يبقى النبي كان بيجامل اهو في الافراح، يبعت هدايا ويجامل سنه، جارك عنده فرح تجامله تجيب لبنته حاجه تجيب لابنه حاجه دي سنه النبي، قريبك بيجوز بنته بيجوز ابنه، الدكتور يسري بيجوز بنته تمشي حاله وهكذا، فالحكايه تمشي يعني هي دي السنه التحاب التحاب والحاجات دي، ودي موجوده في الارياف معروف، تبص تلاقي الناس كلهم يجاملوا بعض لدرجه ان بعضهم اعتبروها حق، يبقى كاتب الاسماء كل واحد وجاب له ايه عشان في كل فرح يردها كده برضه. طيب فقال اهديتم الفتاه؟ فقالت نعم، قال فارسلت من يغني؟ قالت لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الانصار فيهم غزل، فلو ارسلتم من يقول اتيناكم اتيناكم فحيونا نحييكم، يبقى النبي هو بيقول لها روحوا غنوا في الفرح، شفت الرحمه والجمال يا رب.
أخبرنا الأستاذ الإمام أبو بكر محمد بن حسين بن فورك رضي الله عنه قال حدثنا أحمد بن محمود ابن خرزاز قال حدثنا الحسين بن الحارث الأهوازي قال حدثنا سلمة بن سعيد عن صدقة بنت أبي عمران قالت حدثنا علقمة بن مرثد عن زاذان عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول حسنوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا يزيد القرآن حسنا. دل هذا الخبر على فضيلة الصوت الحسن. لا شك أن القرآن حسن بذاته، لكن إذا سمعته من الصوت الجميل يزداد بهاء وحسنا. دي ده شيء معروف ومتعرف عليه لدرجة أن ناس كانت تسمع بعض القراء المشاهير كانوا يدخلوا في الإسلام من حلاوة الصوت من غير ما يعرف معنى الكلام ده. يعني يذكر أن الشيخ عبد الباسط عبد الصمد راح لندن في الستينيات والجماعة المسلمين اللي هناك في لندن عملوا له بقى ميكروفونات وقعدوا كتاب الله عند المسلمين، فدخل في الإسلام عشرات من غير ما يعرفوا معانيه من جرد الصوت الحسن. فيبقى يعني الصوت الحسن ده شيء معروف والرسول أمر به. ولما جاء الأذان قال إيه؟ قال ابن عبد ربه اللي رأى رؤية الأذان روح أذن، قال له علمها بلال فإنه أنزل منك صوت كده برضه. يبقى النبي كان يحب الصوت الحسن ويختاره، وكان أبو محذورة مؤذن النبي في مكة كان صوته جميل، كان من أجمل أصوات أهل مكة. أبو محذورة مؤذن النبي في مكة كان أبو محذورة، ومؤذنه في المدينة كان بلال وابن أم مكتوم. وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان الأهوازي قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال حدثنا عثمان بن عمر الضبي قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا عبد السلام بن هاشم قال حدثنا عبد الله بن محرز عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكل شيء حلية، وحلية القرآن الصوت الحسن. أخبرنا علي بن أحمد الأهوازي قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن يونس الكريمي قال حدثنا الضحاك بن مخلد أبو عاصم قال حدثنا شبيب بن بشر بن البجلي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صوتان ملعونان، صوت ويل عند مصيبة وصوت مزمار عند نغمة. ومفهوم الخطاب يقتضي إباحة غير هذا في غير هذه الأحوال، وإلا بطل التخصيص. يعني لما النبي عند نعمة مفهوم الخطاب يقتضي إباحة غير هذا في غير هذه الأحوال اللي هي الصوت العالي. ما هو في ناس بتعدد برضو بالنغمة في المصايب، يجيب واحدة تعدد كده ايه بنغمة معين تقوم ايه تسير الأشجان، يقوم الناس اللي ما يتلوهم الميت بعد ما صبروا يجزعوا وبعد ما تكتوا صوتوا. ما دي شغلانة، ده برضو نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك صوت مزمار عند نعمة. يعني لو كان في لهم، يعني لو كان السماع انشغالا بالنعمة عن المنعم يبقى بلهو لم يجيزه احد، ولا حتى علماء التصوف اللي اجازوا السماع. خد بالك فهي المسألة كلها واضحة، لكن الفكرة انك انت تحط بس ايه النقط على الحروف تفهم المعنى. مفهوم الخطاب يقتضي إباحة غير هذا. مفهوم الخطاب اللي يسموه دليل المخالفة، دليل المخالفة عند الشافعية والمالكية بيسموه مفهوم الخطاب عند الأحناف. فهمت ازاي؟ فبيسموه مفهوم الخطاب. والمفهوم غير المنطوق، المنطوق هو دلالة اللفظ حال النطق، والمفهوم دلالة اللفظ عند السكوت. يعني ايه؟ اما اقول لك مثلا في الغنم السائمة زكاة، الحديث كده في الغنم السائمة زكاة، يبقى المنطوق بيقول لك ان الزكاة واجبة في الغنم السائمة. نعم. والمفهوم في غير السائمة لكن يعني غير السائمة او المعلوفة لا زكاة فيه. هو النبي قال المعلوفة ما قالهاش، لكن دلالة اللفظ حال السكوت. يبقى مفهوم المخالفة يسموه. فهمت ازاي؟ يبقى في حاجة مع المفهوم، وقد يكون المفهوم موافقة وقد يكون مخالفة. زي مثلا ايه؟ ولا تقل لهما اف ولا تنهرهم، يقوم الواد يخش على ابوهم ويضربهم وما ينطقش، يقول ربنا قال ما تقولش اف لكن انا بضرب ساكت. ينفع؟ ينفع الكلام ده؟ ما ينفعش. طب واحنا عرفنا ان الضرب حرام منين؟ لانه مفهوم موافقه اولوي، لان اذا كان كلمه اف حرام وهي اقل الايذاء
يبقى الضرب إذا أشد يبقى ده مفهوم موافقة أولوي أولى، يبقى الضرب أشد يبقى حرام أشد، فهمت؟ يسموه مفهوم إيه؟ مفهوم يعني إيه دلالة اللفظ حال السكوت، فهمت؟ حتى الناس ساعات يقول له أنت ما عندكش مفهومية؟ قلت لك حطه هنا، يقول يحطه لك هنا، قول له أنت ما عندكش مفهومية؟ أما أقول لك حطه هنا يعني معناه ما تحطوش هنا. مش كده برضه في السوق يعملوا كده يتخانقوا، يعني بيتكلموا بالأصول برضه. يعني هما في السوق بيتكلم بالأصول، أصول فقه، ما دي كيفية فهم الخطاب، مش كده برضه؟ والإخبار في هذا والأخبار في هذا الباب تكثر، والزيادة على هذا القدر من ذكر الروايات تخرجنا عن المقصود من الاختصار. وقد روي أن رجلا أنشد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث موضوع مكذوب، روية يمشي بصيغة التمريض، هو مش منسوب للنبي، بيقول أقبلت فلاح لها عارضان كالثلج، أدبرت فقلت لها والفؤاد في وهج، هل علي ويحكم إن عشقت من حرج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا. واضحة؟ يعني واحدة دخلت عليه من جمالها وبعدين مشيت، فبيقول هل علي حرج ان انا احب الجمال ده؟ فقال له لا لا حرج. طبعا النبي مش هيقول كده، يعني هو واضح حتى من السياق انه ما ينفعش يبقى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن يكون مثلا ايه يعني اقوال قيلت من بعض الفصحاء وبعدين تناقلتها الروايات ونسبوها للنبي، فهمت ازاي؟ جهلا، لكن هي مش من كلام النبي. وان كان الرسول قال من عشق فعف فكتم فمات كان له اجر شهيد، مش الحديث كده؟ طب افرض عشق وكتم ومات يبقى ليه اجر شهيد، يبقى معناه صحيح من جهه لكنه مش كلام النبي، لكن مش كلام النبي، فهمت ازاي؟ ده كلام موضوع على النبي صلى الله عليه وسلم. وان حسن الصوت مما انعم الله تعالى به على صاحبه من الناس، قال الله عز وجل يزيد في الخلق ما يشاء، قيل في التفسير من ذلك الصوت الحسن. وذم الله سبحانه الصوت الفظيع فقال تعالى ان انكر الاصوات لصوت الحمير، واستلزاز القلوب واشتياقها الى الاصوات الطيبه واستروحها اليها مما لا يمكن جحوده، فان الطفل يسكن الى الصوت الطيب، والجمل يقاسي تعب السير ومشقه الحموله فيهون عليه بالحداء. قال الله تعالى افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. طبعا يعني الامام العروسي ايه رايه؟ ان لا يجوز سماع الطرب مطلقا، لا في ذكر ولا في غير ذكر ولا في عيد ولا حاجه، فيقول بئس من اباحه، واستدل على اباحته بالطفل والابل، فبئس الدليل، يعني دليله على الاباحة ان الطفل بيسكت والجمل بيبل، يعني هو دليله الجمل الحيوان يعني والطفل الذي لا يفهم وغير مكلف، فبيقول لك بئس من دليل يعني. لكن هو بيقول لك يعني من باب ايه الدليل العقلي، يسموه دليل عقلي، ان ده يوافق الطبع السليم، يعني الصوت الحسن يوافق الطبع السليم، الطبع السليم اللي مش مختلط. لكن هذا الصوت الحسن ان كان يؤدي الى اثارة شهوة او بمعاني لا تليق او بالقاء لا يليق او مصحوب بمحرمات يبقى لا يجيز احد، ولو كان سماعه بالطبع يعني بطبع الانسان بنفسه يثير شهوته يبقى برضه حرام. ان كان سماعه بغير طبع يعني بقلبه بعد رياضة نفسه فيحول هذا السماع الى استرواح يستلذ به ذكر الله عز وجل بعد ذلك فلا بأس بذلك. يبقى الامور كلها مقيدة قيود دقيقة لدرجة ان هم يحرموا السماع على العوام، يعني طائفة الصوفية حتى اللي اباحوه يقول لك لو هتعملوا اعملوا في باب مقفول ما تدخلش فيه الصبيان ولا العوام. شوف قد ايه، ليه؟ لان هو يرى انه عامل زي الدواء بيستعمله لينشطه الى الذكر، فان استعمل الدواء لغير من يريد النشاط للذكر صار الدواء داء، فهمت بقى؟ يبقى مش بيعتبره يعني كالهواء والماء في الاباحه، يبقى الحكايه. وعشان كده تجد ان الهوة ليست متسعه بين من اباح وبين من حرم، يعني حكايه قريبه، فهمت المساله؟ وحكى اسماعيل بن علي قال كنت امشي مع الشافعي رحمه الله وقت الهاجره ف
فبذنا بموضع يقال فيه يقول فيه احد شيئا فقال ملجنا اليه. يعني الامام الشافعي كان ماشيين في طريق الامام الشافعي سمع واحد ايه بيدندن كده وبيغني، فالامام الشافعي قال له طب تعالى نعدي كده نسمع بيقول ايه. ثم قال ايطربك هذا؟ فقلت لا. فقال ما لك حس؟ يعني ما عجبوش، يعني انت ما عندكش شعور يا اخي، ما بتركزش المعاني الحلوه دي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اذن الله تعالى لشيء كاذنه لنبي يتغنى بالقران. سمع قبول، يعني سمع قبول. اخبرنا علي بن احمد الاهوازي قال اخبرنا احمد بن عبيد قال حدثنا ابن ملحان قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن عقيل عن ابن شهاب انه قال اخبرني ابو سلم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اذن الله لشيء ما اذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. وقيل ان داود عليه السلام كان يستمع لقراءة الجن والانس والطير والوحش اذا قرأ الزبور، وكان يحمل من مجلسه 400 جنازة ممن قد مات ممن سمعوا قراءته، يعني تأثرا بالقراءة البغم يقف يموت من شدة ايه التأثر يعني. وقال صلى الله عليه وآله وسلم لأبي موسى الأشعري لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. متفق عليه. طبعا كل الحاجات دي بالإجماع مباح، اللي هو حتى من قال بحرمة يعني الكلام ده في غير محل الخلاف، الاحاديث دي كلها في غير محل الخلاف المتعلقه بقراءه القران. محل الخلاف في الايه؟ في الكلمات العاديه الاشعار العاديه التي ليست قرانا طبعا وبتلقى مع الالات والطرب، هو ده محل الخلاف. لكن الحاجات الاحاديث دي كلها لا يستدل بها في الات الطرب وفي الاشعار. فهمت ازاي؟ ما تفهم. دعاء في ايه؟ يعني بينغم الدعاء. بينغم الدعاء ما يجراش حاجه. اذا بيقولوا يعني بيقول بينغم الدعاء في القنوت، اذا قالوا على مدود القران وعلى الغنه بتاعه القران يجوز، لكن لو قالوا بطريقه مثلا الملحنين يعني يمد في مواضع المد ويتك على حرف غير موضع يتك عليه، يعني يغنوا او يرقق المخفف المفخم او يفخم المرقق، يعني يغير صفه الحروف، يبقى لا. واخد بالك؟ أنا ما شفتش حد يعني بيعمل حاجة وحشة يعني هو بيدعي يعني. بينغمها كده النغمة العربية، اللغة العربية العادية المستساغة يعني، مش بيخرجها عن حدها. ها؟ إذا كان غير مقصود يجوز، فالنبي استعمله بغير قصد. اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، أو كلام النبي. مش كده كان بيقول كده؟ أسألك الفوز عند القضاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء، أو مش كده؟ سجع أهو كلام النبي ده، هي دي أدعية نبوية لكن غير مقصودة لذاتها. يبقى إذا كان السجع مقصود لذاته في تكلف يبقى منع، لكن لو طلع كده لوحده خلاص ما يجراش حاجة، يبقى جميل. وقال معاذ بن جبل لرسول الله صلى الله عليه وسلم لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا. يعني لو كنت بقى ايه يعني قعدت بقى ايه يعني اجوده بقى. اخبرنا ابو حاتم السجستاني قال اخبرنا عبد الله بن علي السراج قال حكى ابو بكر محمد بن داود الدينوري الرقي قال كنت في البادية فوفيت قبيلة من قبائل العرب واضافني رجل منهم، فرأيت غلاما اسود مقيدا هناك ورأيت جمالا قد ماتت بفناء البيت، فقال للغلام انت الليل ضيف وأنت على مولاي كريم فتشفع لي فإنه لا يردك. يعني كان في البادية في الصحراء، دخل على راجل استضافه، دخل البيت لقى ولد فتى كده أسود يعني أفريقي ومقيد وجمال ميتة في إيه في فناء الدار. فالولد قال له أنت الظاهر ضيف كريم عند صاحب هذا الدار، فاشفع لي كده خليه يفك قيد بدل ما حبسني كده. فقلت لصاحب البيت لا آكل طعامك حتى تحل هذا العقد. فقال هذا الغلام قد أثقرني وأتلف مالي، ده جاب لي الفقر كله وموت جمالي. فقلت فما فعل؟ فقال له صوت طيب وكنت أعيش من ظهر هذه الجمال. يعني كان الجمال دي بيأجرها تنقل حمولات زي عربية نقل، واحد عنده عربية نقل بينقل بيها، هو عنده الجمال دي بينقل بيها بضايع وياخد أجرة. فالواد ده
كان حادي للجمال له صوت طيب، وكنت أعيش من ظهر هذه الجمال فحملها أحمالا ثقيلة وحدى لها حتى قطعت مسيرة 3 أيام في يوم واحد، فلما حط عنها ماتت كلها من التعب. يعني قعد يسوقها بلا رحمة بصوته لدرجة انها نسيت التعب ومشيت وهي شايلة الحمل الثقيل، مشيت ايه مسيرة 3 أيام في يوم واحد، اول ما نزل الحمولة من عليها ماتت. ولكن قد وهبته لك وحل عنه القلب. فلما اصبحنا احببت ان اسمع صوت، قال انا عايز اسمع صوت الجرع اللي خلى الجمال تنسى نفسها. فسألته عن ذلك فامر الغلام ان يحدو على جمل كان على بئر هناك يستقي عليه، فحدى الغلام فهام الجمل على وجهي وقطع حباله، ولم اظن اني سمعت صوتا اطيب منه، فوقعت لوجهي حتى اشار اليه بالسكون. يعني من شدة جمال صوته نسي نفسه، حتى الجمل نسي نفسه. ده لا لو اكتشفوه ده كانوا هيعملوه فيديو كليب ويكسبوا من وراه ملايين، بس ما كانش لسه طالع الشغلانة. ربنا نجاه من عصر الفيديو. سمعت الصوت الجميل ستنا والله في زماننا ده، لانه هيتلم عليك الملحنين والمخرجين والدنيا ويضحكوا عليك بالفلوس والشهرة ويخلوك بعد كده تلبس شورت وتتنصر. فربنا ينجينا. فكده برضو الصوت الوحش اللي زي حالاتنا كده احمر. الحمد لله على هذا. سمعت الشيخ ابا عبد الرحمن السلمي يقول سمعت محمد بن عبد الله بن عبد العزيز يقول، سمعت ابا عمرو الانماطي يقول، سمعت الجنيدي يقول، وقد سئل ما بال الانسان يكون هادئا فاذا سمع السماع اضطرب، فقال ان الله تعالى لما خاطب الذر في النفاق الاول بقول الست بربكم قالوا بلى، استفرغت عذوبة سماع الكلام الارواح، فلما سمعوا السماع حركهم ذكر ذلك. كأن الروح في عالم الذر لما سمع الله يقول لهم ألست بربكم سمعت أحلى ما يسمع. فلما تسمع أي حاجة حلوة تتذكر الروح السماع الأول فتهيل. فهمت؟ هذا كلام سيدنا الجنيد يعني تعليل يعني. سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق يقول السماع حرام على العوام. أهو حرموه على العوام. يعني متفقين في المذهب، يعني لو اخونا ده قاعد اللي هو ربنا صرفه عنا كان فاهم ان متفقين. احنا بنقول الكلام للخواص اللي هو مش منهم، هو مش منهم خالص، لسه فاضل له عدة سنوات، ممكن اما يبقى زي كده ويشيب يلاقي الحاجات اللي كان بيسمعها بتحسه على المعصية بيسمعها بتحسه على الطاعة، تغير الوضع، لان العبرة بالسامع برضه. يعني هو هيسمع على اي محمل؟ مش يستمعون القول فيتبعون احسنه؟ اسمعه احمله على احسن المعاني، انا احمله على احسن المعاني، هو هيحمله على بنت الجيران ولا مش عارف مين، وانا هحمله على رب العالمين على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المحبوب الاكبر. بس ايه المشكله يعني؟ سمعت الاستاذ ابو علي الدقاق يقول السماع حرام على العوام لبقاء نفوسه، عشان نفوسهم لسه حيه فالسماع يزيدها قوه فتطلب الشهوه، فيبقى كده حرام مش كده برضه؟ مباح للزهاد، الزهاد لما زهدوا في الدنيا طفأت جذوة شهوة نفوسهم، فلما يسمعوا السماع يصير فيهم معاني جميلة، معاني جميلة يحسوها الشرع الشريف، فهمت ازاي؟ لكن لا يصير فيهم شهوات لأنها قد ماتت نفوسهم بالزهد. لحصول مجاهداتهم مستحب لأصحابنا اللي هم جاهدوا وخلاص بقى مستحب لحياة قلوبهم لأن فيها استرواح للقلوب. ثم تعينهم على ذكر الله. سمعت أبا حاتم السرستاني يقول سمعت أبا نصر الصوفي يقول سمعت الوجيه يقول سمعت أبا علي الرتبائي يقول كان الحارث بن أثر المحاسبي يقول 3 إذا وجدنا متع بهن وقد فقدناها، حسن الوجه مع الصيانة وحسن الصوت مع الديانة وحسن الإخاء مع الوفاء. يقول لك 3 لو موجودين تبقى من متع الدنيا، لكن احنا فقدناهم في زماننا ده. سيدنا ايه ابو الحارث المحاسب، حسن الصوت حسن الوجه مع الصيانة، يبقى يعني جمال وفي نفس الوقت ايه ديانة. تمام؟ لما تلاقي حاجة جميلة كده تبص تلاقي بقى ايه يكتشفوها ويخلوها بعد كده نجمة في السينما ويبوظوا عليها حياتها مسكينة، لكن ما تلاقيش انت حسن ايه الوجه مع الصيانة نادر. وحسن الصوت مع الديانة يبقى صوته جميل كده ويستعمله في الامور التي يبيحها الدين نادر برضه.
وحسن الإخاء مع الوفاء، الصداقة والوفاء بالعهد والوفاء للأخوة وللديانة، الحاجات دي برضو ما تلاقيهاش الوقت إلا في القليل يعني. وسئل ذنون المصري عن الصوت الحسن فقال مخاطبات وإشارات أودعها الله تعالى كل طيب وطيبة. وسئل مرة أخرى عن السماع فقال وارد حق يزعج القلوب إلى الحق، فمن أصغى إليه بحق فحق مش بنفسه، أصغى إليه بحق يعني بالله مش بنفسه تحقق، ومن أصغى إليه بنفس تزندق لأنه يدعو إلى الشهوة. يبقى اللي نفسه حية وقوية عليه ما يروحش يسمع الأغاني، حرام في حق. جاهد نفسه وبقى تمام، والله لو سمعها كل حين ومين كده يمكن هتدي له معاني كويس تبسطه، تقول يا سلام ايه ده المعنى العجيب ده. يعني كنت قاعد مع احد المشايخ كنت بوصله مشوار، مش هقول لك اسمه عشان ما تغتبوش، مات خلاص من الاولية، وبيسمع بفكر فيك وانا ناسي، بفتح انا الراديو كده في العربية فطلع الصوت ده بفكر فيك وانا ناسي. قال سبحان الله سبحان الله، جميلة قوي المعنى ده، هو فهم معنى تاني خالص، يعني لقى معنى تاني لمس وتر في قلبه خلاص ما يجراش حاجة، لكن مش لانه ده نفسه ماتت خلاص، فاصبح كل صوت يوصله لربه، اي صوت يوصله ربه، والحكمة ضلت المؤمن. وقال الكعب، وممكن يقول الحضرة، وممكن يقول الذات المحمدية، كل ده مش قال بنت سعاد، مش قال على سيدنا محمد بنت سعاد وقلبي اليوم مدبوله، يعني كان على سيدنا محمد بسعاد اللي هو المحبوب، فما يجراش حاجة المحبوب. وحكى جعفر بن نصير عن الجنيد انه قال تنزل الرحمة على الفقراء في ثلاثة مواطن، عند السماع فانهم لا يسمعون الا عن حق ولا يقولون الا عن وجه، ما يسمعوش الا عن حق، يعني يحمل المعنى على احلى المعاني، فيبقى بيسمع على معنى عالي تاني مختلف. ولا يقولون الا عن وجه، وما يقولش الحاجة اللي هو انطباعه عن المعنى الكلمة الا عن وجود وارد في قلبه فجر فيه معنى اخر فيبتدي يقوله. وعند اكل الطعام فانهم لا يأكلون الا عن فاقة، وبرضه بايه بتنزل الرحمة عند اكل الطعام لما يجلطوا الفقراء اللي هم يعني المتطوفة يأكلوا، لانهم لا يأكلوا الا عن جوع شديد، ما يأكلوش الا اذا جاعوا بجوع شديد. وعند مجاراة العلم فإنهم لا يذكرون إلا صفات الأولياء. سمعت محمد بن الحسين يقول سمعت الحسين بن أحمد بن جعفر يقول سمعت أبا بكر بن منشاد يقول سمعت الجنيد يقول السماع فتنة لمن طلبه، يعني ما تروحش تجيب الشرايط وتودبها وبتاع وتجيب لي كيلو لب والبيبسي الكبير وتقعد بقى طول الليل تأزأز لب وتشرب بيبسي وتسمع وده الشريط ورا الشريط وشغلان، لا مش هو ده اللي بيقولوه اهل التصوف، ما يقولوش كده ابدا، لان ده انت طلبته، هم كانوا يسمعوا لما يجي لهم قدرا يعتبروها رزق سقاه الله اليه لكن لا يسعى اليه، فاهم؟ السماع فتنه لمن طلبه، اي بنفسه طلبه مع شهوه نفسه، ترويح لمن صادفه، فهمت ازاي؟ شفت كلامهم حلو ازاي؟ يبقى الشقه ليست بعيده بين من اباح وبين من حرم، فهمت بقى؟ فهمت ان قد يكون الخلاف لفظي وليس معنوي، قد يكون الخلاف في المذاهب لفظي وليس معنوي، لان الكل اتفقوا على المعنى ولكن عبروا في الالفاظ باختلاف بس. وحكي عن الجنيد انه قال السماع يحتاج الى ثلاثة اشياء، الزمان والمكان والاخوان. يبقى السماع لا يباح الا في زمان تكون روحك فيه اعلى من نفسك، ويكون في مكان ليس فيه مشوشات من اهل الدنيا، والاخوان يكونوا اهل ذكر وليسوا اهل غفلة، فاذا اجتمع هذا كله فالسماع مفيد. وسئل الشبلي عن السماع فقال ظاهره فتنة وباطنه عبرة، فمن عرف الاشارة حل له استماع العبرة، والا فقد استدعى الفتنة وتعرض للبلية. يبقى كلام واضح بقى. وقيل لا يصلح السماع الا لمن كانت له نفس ميتة وقلب حي،
فنفسه ذبحت بسيوف المجاهدة وقلبه حي بنور الموافقة. ونقف عند هذا الحد. باب السماع باب طويل، فإن شاء الله نكمله يوم السبت القادم. اللهم علمنا، اللهم فقهنا، اللهم نورنا بأنوار نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. واحد بيقول: فماذا عن الرجل الذي يتكل الصغائر عمدا، مثلا مس المرأة أو تقبلها ويقول سأستغفر ربي سيغفر لي؟ أرجو التوضيح. طبعا الإصرار على الصغائر أشد حرمة، وهل يحولها إلى كبيرة أم لا خلاف، خلاف. فمذهب سيدنا عبد الله بن عباس أنه لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. ده مذهب سيدنا عبد الله بن عباس. وبعضهم قال الصغيرة تظل صغيرة ولكن الإصرار عليها معصية أخرى، فبقت معصيتين وليست كبيرة ولكن معصيتين، معصية الإصرار ومعصية فعل الصغيرة نفسها. ويبقى مطلوب منه أن يسارع، وبعدين هو في مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، ولكن لا يتجرأ على ذلك، لأن كل صغيرة يفعلها الإنسان بتنكت نكتة سوداء في قلبه، فتجعل حلاوة الطاعة في قلبه غير مستساغة، ويجد نفسه في الذكر ما عندوش حضور، وفي العبادة مشغول بالصغائر ومشوش. يقول لك أنا بصلي ببقى سرحان، أنا بذكر ومش حلاوة الذكر، لأنه قاعد بيعمل صغائر طول النهار. فيبقى الأحسن الإنسان يتجنبها بقدر الإمكان، وإن وقع فيها يسارع بالاستغفار، وإن عاد يسارع بالاستغفار، ولو في اليوم 1000 مرة ولو في اليوم 1000 مرة، ولا يمل الله حتى تمل، لحد ما ربنا يتوب عليك توبة نصوحة ثم تقعش تاني. بس والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك إليك. إن الله وملائكته يصلون على النبي، أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله كما يليق بكمالك وعظم كمالك. وجزاكم الله خيرا.